طالبك ما تسوي سكيب. طبعا ما هي أبيات جديدة ولا شيء جديد، حاجة بقولها لك ووصلها لك، دقيقة ونص إلى دقيقتين، ما راح أطول عليك، أعتبر هالدقيقة ونص دقيقتين لله. مطلوب لا تسوي سكيب، تابع المقطع الآخر. تخيل أنك عند ملك من ملوك الدنيا وقال لك لا تخاف ولا تضيق دامك عندي وبوجهي. شيء جبار ها؟ طيب الله خص 11، فقط 11 في القرآن الكريم، اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبي تعرفهم؟ أكيد أبي أقول لك. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله أن يجعلنا من هالحداش، وأسأل الله أن يكتب لك الأجر ويجعل أجر هالمقطع لأموات المسلمين عنا وعنكم عن والدينا إلى يوم يبعثون. ضغطة زر وانشر لا توقف عندك يا الحبيب، إبليس لا يركبك، تحويل تحويل.